عندهم قدرات وعندهم مستوى ينجم يكون مستوى عالمي بعد سنوات إن شاء الله قدام. والجامعة توا قاعدين عاملين استراتيجي وبرنامج محكم على خاطر تصعب علينا الماتريز ولا يعني الانكادرمون نتاع العوام وقت يوصلوا لو نيفو سيرتو كي يوصل البكالوريا ويدخل لونيفرسيتي في تونس يولي ما عادش يتخمم في الرياضة جملة حتى في الرياضات الأخرين. والأوقات نتاعو نتاع الدراسة والأوقات نتاع السباحة نتاع اللي باش يعني يترينا ما يلقاش الوقت وما ينجمش يوفق بيناتهم. كي يمشيوا لبرا البرا علاش شنو هو الفارق ما بيناتنا؟ البرا عندهم يعني تنظيم محكم وقت اللي يوصلوا عن سرتان نيفو في القراية عندهم تنظيم باش يقراوا على رواحهم ويتدربوا التدريب نتاعهم في وسط الكليونيفرسيتي هذيك بالخاص في امريكا. اسامه البلولي في احدى القنوات العربيه اليوم بعد التتويج يعني سالوه حول موضوع الاعتزال قال يلزمني نوفا كما نقولوا نحن امبوتي ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه مع ميداليه برونزيه يلزم نقف الى الحد هذايا. انت تشاطروا يعني الراي هذايا؟ والله نشاطروا يخرج امبوتي هذيك في فيدون كل شامبيون طلع على البوديوم والمنصه العالميه والمنصه الاولمبيه يحب يقعد يحافظ عليها ويحب ما يخرج الا مكان التتويج من الباب الكبير. وهذا ما تنشاطروا معاها يعني كل الثقه فيه يعني حتى كان ترى انه ما ينجمش يزيد يعني ينجم. يعني اسامه لا ينجم يزيد توا في المياه الحره قلت لك توا استنبطها هو الوليد برك الله عليه توا عمره 28 سنه والبطل العالم في 10000 متر عمره 32 سنه ديجا عنده 4 سنين اخرين توا ان شاء الله في المياه الحره إذا هو حب يختص في المياه الحرة. ومع ذلك في السباحة يعني في المسبح عنده 28 سنة ذولي مع الإرادة بتاعه هو ينجم يزيد يعطي ينجم فما برشا عوام في مستوى عالمي تبارك الله وصلوا في درجة عالية وهم كبار فهمت هذي يرجع الـ يعني يرجع لي هو بالذات وشنو هو اختياره وشنو يحب بالضبط باش يواصل إن شاء الله معناتها بعد هالفترات هذي خاطر النيفو العربي والعرب وفي الافريقيا والميديتيراني ينجم يكمل 4 سنين من دون حتى قلق مع المستوى العالمي هو وشنو هو طموحاته وشنو هو يحب على خاطر كما قلت لك تو تبارك الله قداش من سنه فما ريتم انفيرنال ريتم متعب جدا على المستوى الذهني والبدني كيفاش باش يواصل 1400 نهار في اربع سنين صحيح سي با فاسيل سي با فاسيل. نحن نشكروك سي محمد زواوي على حضورك اليوم اما نحن ما نحبوش اسامه يكمل ونخليه مثال حتى اذا كان ما كملش في السباحه يكمل في التدريب يخرج لنا برشا اسامات قبل ما نوفى من السباحه تحيه الى اسامه الملولي من قناه حنبال ثم نعود. بارك الله فيك. تهبطش دموعه في اللحظات هذه ذول يمشي يتفقد روحه فانا بلاد من بلاد جاي كيما هبطت دموعنا مع ايناس البوبكر يعني في اللقاء الاول نتاعك. رحبوا بيك ايناس اليوم وصلت اليوم بركه كيفاش عشت اسامه ولا متفرجتش؟ ما تفرجتش خاطر احنا يعني وقتها في الطياره سمعنا كي هبطنا الحق فرحنا برشا فرحنا لتونس وفرحنا خاصه للرياضات الفرديه خاطر حاشنا ميداليات وحاشنا باكتر دعم باش نبرزوا الرياضات الفرديه. نحن باش نعاود نرجعوا لك ايناس البوبكري لكن نمشي ونحن مع التقرير هذايا كيف جيتوا اليوم من المطار ونعود.
من الاول نادي يعني النتيجه نتاعي ويناس نتاعنا نحن مشرفه للسكريم التونسيه والتونسنا والعرب كل ونقولوا لهم ان شاء الله معناها هذا ديبي وهذا يعني ابري تو انا جون 23 ans مازالوا برشا مازالوا او موان دو اولمبياد قدامنا والاهم معناها انا والانترينور نتاعي فرانشمون من الاول التدريب نتاعنا هذا ثلاث سنين مشيت لفرنسا باش ندرب اون ليزا فريمون كونساكري باش انا نحضروا باش نعمل 8 avec معناها عندنا نحن انا والانترينور سيربريز معناها اون اي فريمون تري كونتون اما باش انا نشوفوا معناها ناخذوا اكسبيريونس ال 2016 اللي هي ريو والله انا نشرف معناها مشرف كم ريزولتا وفرحانه بيه على الاخر دونك ان شاء الله نكملوا هكا مازالوا اربع سنين نوعدوا بيهم معناها الانترينمون معناها سا سخا بلو دور معناها كم تاش خاطر توا معناها لازمنا انفيز لا ميداي والله ان شاء الله نوعدوا توانسه ابخي تو سي ميداي لينا نحن ولاد توانسه الحمد لله يعني مركز السادس يعني في رياض مبارزه بسيف مش ديما نعملوا فيه هذا كان شرف ليا خساره يعني كنت نجم تعادل دومي فينال فرق لمسه يعني هي اللي لعبت كل شيء سانوبيش لهذا يعني يما موتيفي اكثر باش نخدم اكثر احنا عملنا باللي مويان اللي عندنا الحق يعني كان تشوف الظروف تعبنا برشا ضحينا برشا ما نجيبش اللومه جوست نطلب رياضه المبارزه بالسيف ان شاء الله اكثر دعم خاطر اللي نعملوا فيه يعني هذا يعني بالتضحيات واكثر يعني اما احنا ما نجيبش اون فا بيسي لي بغا خاطر عندنا قدامنا اوني جون قدامنا اربع سنين اخرين باش نحضروا الغيو وان شاء الله بالدعم وكل نوعدكم المره هذه يعني ميداليه ان شاء الله كما قالت إيناس نوعدوهم بميدالية يظهر لي المنتخب المبارزة بالسيف بالحق شرف تونس بالرغم اللي ما فما كانتش فما ميدالية لكن شفنا الجرين تنتيحهم شفناهم كيفاش كانوا حابين أنهم يجيبوا ميدالية لتونس ومعنا إيناس البوبكري كيفاش عشت لندن 2012 يعني الحق كانت من أحسن الخبرات اللي عندي أحسن لي زيكسبيريونس غضتني برشا يعني دموع ذوكم يعني نصور منش مننساهم و يعني باش نخدم عليهم اكثر باش الدموع في غيو ان شاء الله تكون دموع تاع فرحه خاطر يعني كيما نقولوا ما كنتش بعيده برشا على دور النصف النهائي ونصور يعني اون فوا وصلت دور النصف النهائي من بعد يعني ما فهم حتى شيء يمنعني باش نعمل ميداليه خساره كيما تعرف يعني الفرق لمسه بركه نصور يعني شفتوه الماتش نتاعي كان من احسن لي ماتش نتاع لي كارد دو فينال خاطر كان ضد اللعبه الايطاليه فالنتينا فيتزالي 3 فوا شامبيون اولمبيك 5 فوا شامبيون دو موند يعني بالماريس كبير ما شاء الله كبير برشا كان شرف لي انا اللي لعبت معاها ند بالند ما سلمت حتى شيء قدامي قلت سي ان تيغاس كوم توت لي زوتر عطيت ما عندي 100% ميم 1000 اللمسة الأخرانية ما حالفنيش الحظ لمستني هي وفي الفارق خبرة هي اللي صنعت الفارق برشا قوي الخبرة وصحيح حتى أنا بعد يعني من الأول كنت كي قلت حبيت نخسر 15-0 وما نخسرش 8-7 خاطر تغيظ أكثر وتوجع برشا يعني أنا ديجا لتوا نخمم فيها كل ما نرقد نخمم فيها التوشة هذيك دونك نقول نخسر 15-0 ما نخسرش 8-7 أما لين بعد يعني كي رجعت روحي قلت يعني ما كنتش بعيدة على التتويج يعني مانيش باش نسلم باش تكون يعني هذه خبره خاطر في بيكان كانت لي جوست تعرفت على الالعاب الاولمبيه كملت 33 في الترتيب مره هذه كملت سادسه يعني قدام برشا بلدان وكل والحمد لله يعني ان شاء الله توا حاشنا جوست رياضه المبارزه بالسيف اكثر شويه دعم اكثر لهوه خاطر مانيش بعاد على كان عندنا نفس لي مويان تاع دوتخ سبور نعرفش انديفيدويال كو سوسوا جودو شنو اللي ينقصكم بالضبط تعطينا شنو اللي ينقصكم بالضبط يعني في الرياضه هذه الدعم كو سوسوا يعني نيفو مادي ومعنوي الاثنين مادي يعني في كل حاجه خاطر احنا يعني ندربوا في فرنسا ومدرب يعني عندنا مدربين اجانب انا المدرب نتاعي يعني عندي كاس سبيسيال خاطر يشتغل مع الفيدراسيون فرونسيز ما نجمش ديجا ربحت فرنساويه دونك صاروا له شويه مشاكل مانيش نخلص فيه يعني قاعد يعمل هذا بينيفولمون يعني هذا مش يبرز يعني هو عنده ثقه برشا فيا وقاعد يخدم معايا 100% يعني خذا يكون جيب الذمه للي جوز اولمبيك اخر شهر وكل وخدمنا يعني طول ثلاثة سنين التالي
عنده ضمير المدرب هذا يعني. عنده ضمير الحقيقه يعني يشجعني خاطر نحسه عنده ثقه فيا والكرو موا دونك ذاك اللي هو اللي خلاه يعني ولا بروف يعني حتى هو غضبته برشا. حتى الجمهور التونسي يثق فيكم يعني برغم النتائج الاخرى كانوا غاضبين على الرياضيين لكن بالنسبه للمبارزه بسيف كان استثناء يعني حسب ما شفناه في لي كومونتير وفي نشكر كل نشكر برشا يعني لي فان والجمهور التونسي الكل اللي تبع يعني تبع بكل دقيقه حتى يعني بعد ما الماتش كونتر ايطاليا ما تعديش على التلفزه تبعوه على الانترنت وكل توش بارتوش. الحق جاوني برشا ميساجات نتاع تهاني وكل نشكرهم برشا اللي هذا شجعك وزيدي حملكم المسؤوليه زاده صحيح هي مسؤوليه خاطر لازمك ديما تعمل اكثر مرتبه سته لازمك ديما تعمل اكثر ما يمنعش اللي احنا باش نخدموا اكثر ولوبجيكتيف توا ديجا توانا فاكونس سبتمبر نرجع نقرا ونترينا ميم سي ضحيت شويه قرايتي ما مثالش دونك باش نرجع نترينا مع المدرب نتاعي ونواصلوا يعني سيكل اخر اربع سنين اخرين غيو ان شاء الله لوبجيكتيف نتاعنا. لوبجيكتيف وشنو الاشياء اللي تحب تنضاف معناها المبارزه بالسيف اللي ناقصتكم يعني؟ اللي ناقصيني انا يعني شخصيا حتى المشكلات نتاع زميلاتي اللي ساره وعزه اي كمنتخب كامل انا قلت لك المعنويات خاطر احنا في فرنسا وحدنا الحق يعني انا نشري البي ام تاعي وحدي باش نسافر تيل كومبيتيسيون نحاولوا كنا يعني قبل احاطه معناها يلزم احاطه كسوا يعني احاطه معنويه وماديه في كل شيء يعني لي ديبلاسمون نمشي وحدي ساعات لونترينور ما نجمش يتبعني خاطر يخدم نمشي وحدي جو مو روتروف بارمي توت لي زوتر ناسيون اما هذا يعني سا مو موتيف فهمت اما كوميم ديما نقول يعني كاتوش هذيك فرقت كلكو ديتاي بالكش يعني لو فيت اللي انا معايا اونترينور عام كامل والا يعني فما حاجات ما خممتش فيهم كنت نجم يعني نعرفهم قبل فوالا يعني فرقوا كلكو ديتاي باش انا نجم نتجاوز الكارد فينال ونتعدى الدومي فينال. كان معنا يعني ماهر بن عزيز المدير الفني للجامعه التونسيه للمبارزه كي سالته قلت له متفائل بالفريق هذايا قال لي متفائل انت كمبارزه متفائله بك انت وبصحابك اللي معاك؟ بينا وبصحابي متفائلين خاطر اللي